مع دخول العيد تفتكر لحم الحمير هتغلى؟ لا طبعا هترخص، ترخص يا ابني مش هتغلى. عيد بقى كبير وموسم والجزارين بتذبح والناس بتجيب ومحدش عارف لحم الحمير ده ينظامه يعني. قطعت عيش وحش. لا اكيد طبعا هتغلى. ليه؟ اكيد طبعا كل حاجه هتغلى. لحم الحمير، ما هو الحمير بتذبح والحمير البني ادمين برضه بيشتروا عادي. ممكن كمان يغلوها مع انهم سارقنا واحنا بندفع وخلاص يا باي. اشمعنى؟ لا اللحمه التانيه بتغلى ولحم الحمير مش هيغلى. بسم الله ما شاء الله. ايوه هيغلى، هيغلوه عشان العيد. هو تفتكر اصلا ان احنا اللي موجود؟ تفتكر كلت لحم حمير قبل كده؟ لحم حمير مش عارف والله، بس لا ما باكلش لحمه من بره. ممكن فراخ ميته، حاجات من دي، بس لحم حمير لا. باب ذمتك ده كلام معقول؟ لا والله الواحد بياكل في مطاعم كتير. انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. ما باكلش قليل. لا والله ما جربتش الكلام ده قبل كده. احنا تقريبا كده هنشتري اصلا في العيد حمار. ارخص سندوتش لحمه انت جبته كام بكام؟ ارخص سندوتش لحمه؟ لا ما اكلتش غير سندوتشات لحمه رخيصه. 5 جنيه. ده لحمه ايه ده؟ لحم بقى، لحمه بقري بقى. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. حوشه 2 جنيه. ارخص سندوتش لحمه ب 3 جنيه. 3 جنيه. ب 3 جنيه. 2 جنيه وبجنيه ونص. في ايه ده؟ لحم ايه ده؟ مش عارف الصراحه. مش ده لحم خرفان مطبوح في المذبح. ارخص سندوتش حواوشي ده ما اجيبه من عند الجزار ب 2 جنيه ونص. الله اعلم بقى ده كده ايه نظام. ب 2 جنيه. ده لحم ايه دي؟ لحم حمير طبعا. حضرتك بتصلي على النبي؟ الكبده دي طازه ولسه الحيوان معتول دلوقتي. قفلت لك كام حمار لغايه دلوقتي؟ كام حمار؟ سيبها ربنا بقى اللي عارف، انا ما اعرفش. بسمكم اللي بتاكلوها دي لحم حمير؟ تخيل كده قفلت لك كام حمار لغايه دلوقتي؟ انا مش باكل حواوشي كتير. يعني نص حمار مثلا. بس كتير بصراحه. 50. 50 حمار. انت عمال بكلم حمار.